وتنضم إلينا مراسلة الغد من مخيم البداوي شمال لبنان ليلى خليل. ليلى، مخيم البداوي كيف يعبر عن غضبه في الجمعة الثالثة للاحتجاجات ضد قرار وزير العمل اللبناني؟ يعني أعتقد الصورة كافية لكي تقول كيف يعبر اللاجئون الفلسطينيون ليس فقط في البداوي وإنما أيضا في مخيمات لبنان كافة ضد قرار وزير العمل. كما تشاهدون في الصورة التظاهرة انطلقت والآن تجوب شوارع مخيم البداوي وصولا إلى نقطة التجمع عند خيمة الاعتصام الدائمة التي نصبت لكي تشهد يوميا تحركات ووقفات احتجاجية ضد قرار وزير العمل. كما تشاهدون هناك أبناء المخيم، يعني كبار صغار شباب نساء أطفال الفصائل، كل مكونات المخيم اليوم إليه من خلال الأغاني والأناشيد. هم يحملون الأعلام الفلسطينية كما تشاهدون في الصورة. العلم الفلسطيني هو الذي يحمله اللاجئون الفلسطينيون، استبدلوا بكافة أعلام الفصائل معي إلى جانبي مسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مخيم البداوي لإطلاعنا على تحركات المخيم المستمرة والتي وهي شبه دورية وشبه يومية في المخيم. سيد عاطف خليل، هل تقومون يوميا بتظاهرات؟ أخبرنا عن الاحتجاجات، عن الوقفات التي يشهدها مخيم البداوي. للأسبوع الثالث على التوالي ينتفض مخيم البداوي كما بقية المخيمات الفلسطينية في لبنان، احتجاجا على قرارات جائرة لوزارة العمل بحق اللاجئ الفلسطيني في لبنان. في مخيم البداوي هناك لجنة شكلت لتحديد برنامج أسبوعي للتحركات، تجتمع بشكل دائم ومتواصل، تحدد البرنامج والتحركات بشكل أسبوعي. اللجنة مشكلة من الفصائل واللجنة الشعبية وشباب مخيم البداوي، أي تتضمن كل شرائح المجتمع في المخيم. هذه اللجنة تضع البرنامج الأسبوعي لكافة التحركات السلمية والحضرية لتوصيل الهدف. لنقول للحكومة اللبنانية نريد العيش بكرامة، نرفض التوطين والتهجير، نعم لحق العودة، وعلى الحكومة أن تدعم اللاجئ الفلسطيني بنضاله من أجل حق العودة إلى ديارنا في فلسطين. هناك اليوم تظاهرة في جمعة الغضب، غدا ماذا بعد غد؟ نعم، أيضا هناك خيمة الكرامة، سميناها خيمة الكرامة للتعبير واستقبال المتضامنين بشكل يومي، تبدأ الساعة 6 حتى 9 ليلا. يأتي إلينا كل يوم العشرات من الأحزاب والقوى والفعاليات اللبنانية للتضامن معنا في خيمة الاعتصام المقامة على مدخل المخيم. اليوم سيحضر مخاتير ورؤساء بلديات الجوار وقادة فلسطينيين على رأسهم المناضل علي فيصل إلى خيمة الاعتصام اليوم. شكرا جزيلا سيد عاطف خليل. يعني كما استمعنا يشارك في التظاهرات كل أسبوع ناشطون لبنانيون متضامنين مع أهالي أو مع اللاجئين الفلسطينيين، واليوم يشارك في هذه التظاهرة مخاتير البلدات والقرى المجاورة. يعني هذه الأجواء، يعني الصورة تتكلم عن نفسها من مخيم البداوي. نعم، المطالب على ما هي عليه منذ 3 أسابيع، ماذا يقول المشاركون والهتافات أيضا التي نستمع إليها في هذه اللحظات؟ يعني هو مطلب واحد، العيش بكرامة، إن كان حق العمل، يريدون الحق العمل، الحقوق المدنية والاجتماعية. هم محرومون، يعني المشكلة ليست فقط في قانون العمل، لربما إجازة العمل هي التي أشعلت ما نشاهده اليوم من تحركات وتظاهرات في المخيمات، ولكن اللاجئ الفلسطيني يعيش بحرمان داخل هذه المخيمات ولا يريد سوى أن تعطيه الدولة اللبنانية حقوقه المدنية والاجتماعية كلاجئ فلسطيني وليس كأجنبي. وهم يريدون، يعني يؤكدون، إما أن تعاملونا كالأجانب وبالتالي نتملك ونأخذ كل حقوقنا، وأما تعاملونا باستثناء كما ورد في القانون وتتعاملون معنا كلاجئين وبالتالي أيضا تعطونا الحقوق التي وقع عليها لبنان في المواثيق الدولية. هذا ما يريده اللاجئون الفلسطينيون ببساطة، العيش بكرامة،
حق العمل، أعطائهم الحقوق المدنية والاجتماعية. أشكرك جزيل الشكر ليلى خليل مراسلة الغد، كنت معنا من مخيم البداوي شمال لبنان.